يقول فالترقية بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقر الإسلام ولا يرضاه، هذا صحيح، لكن هذا الترقية مقصود هو الذي لا يرضاه الإسلام. أما الآن مطبق من الإسلام بالمية عشرة، ما ترضى تطبق بالمية 11 12، وأنت غير رضيان بهذا التقصير كما يقول في هذا الكلام. لكن اسمع الآن نهاية المطاف، إنما سبق من الفقائل يدخل في إثار الإيمان بهذا الدين الذي أراد الله أن يكون منهج حياتنا كلها صغيرها وكبيرها، خاصها وعامها، شوف والتحفظ. ونرجو أن لا يفهم مما سبق أننا نرفض قانون الأحوال الشخصية، فإنما أردنا أن نبين المجال الحي الذي يمارس فيه هذا القانون، الذي يمارس فيه هذا القانون فاعليته وسلطته ويؤتي ثمرته. وإذا لم يتحقق هذا المبتغى بالشكل المطلوب فإننا نقبل بقانون الأحوال الشخصية ونطالب ببقائه وندافع عن هذا البقاء على صورته. شو رأيكم بعد هذا التصريح؟ هذا هو النتيجة من الطلب بأننا لا نقبل الإسلام ولا يجوز أن نتمناه إلا كلا لا يتجزى. فمتى يتحقق الإسلام كلا لا يتجزى؟ طفرة؟ خطوة؟ أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيئين في اعتقادي. أولا من عدم دراسة السنة، لأن الإنسان حينما يدرس السنة ويفهم المجتمع الذي كان فيه الصحابة وقد طبقت فيهم الأحكام والحدود الشرعية، لا يمكن أن يكتب مثل هذا الكلام ويقول أنه يجب قبل إقامة الحدود أن نهيئ المناخ. وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام. نحن نعلم أنه كان هناك مثلا من الأغنياء أفراد قليلين جدا، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام، حتى لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حج معه 100,000، كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفراد من ذوي اليسار منهم. هؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيتهم في القران، لأنهم ساقوا الهدي، وقد قال عليه السلام لولا أني سقت الهدي ما أحللت معكم. 100,000 من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا. ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتاب الإسلامي مع الأسف، وهذا أثر من الاشتراكية التي غزت فيها الإسلامية، أنه يجب التقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب أموال الأغنياء. فنقول هل التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا. يعود السؤال المستنبط من فقه ابن تيمية السابق، هل كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء الأغنياء غناء فاحشا كما يقولون وعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين؟ المقتضي للمقاربة بين هؤلاء القليلين وأولئك الكثيرين كان قائما؟ لو كان قائما لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يجبر الناس بأكثر مما فرض الله عليهم. فرض على أموالهم زكاة، ثم من ناحية أخرى حظهم على أن يتصدقوا وأن يتطوعوا. فنحن نفرض ما فرض الله ونحض على ما حض الله ولا نخلط هذا بهذا. فهذا الإنسان جاءه الخطأ من ناحيتين. الناحية الأولى هو أنه لم يستحضر، ربما قرأ ومر من كرام على هذه الحوادث، لكنه ما تشبع بمعرفة الوضع الاجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طبقت هذه الحدود الشرعية. الخطأ الثاني أنه يتصور تحقيق الإسلام بطة واحدة، وهذا مستحيل.
هو الآن يدعو إلى تبني الإسلام تبني كامل، هذا صحيح، لكن كيف يطبق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل. هذه ناحية توضح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح، وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه. هذا الاتجاه ذو شطرين، الشطر الأول صحيح وهو دعوة باستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية، لكن الاتجاه الثاني وهو الخطأ تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل للإسلام. هذا أمر يناقض الأمر الحق تماما. نأتي الآن إلى جماعة أخرى.